ومكملين معاكم من براند هيرة كاريزما وكورساته المتنوعة وفوائدها للشعر ومشكلة كل أم بقى حلمهم بشعر ناعم، وإننا كل شوية نشوف الأم بتعمل وصفات عن طريق النت والفيسبوك وموضوع ترميم الشعر كمان، وإزاي أطمن الأمهات على موضوع البروتين. النهاردة هنتكلم عن البروتين وإزاي نطمن الأمهات منه، بالذات لو كان شعر بناتهم هايش، شعر بناتهم عنيد، بيلاقوا مشاكل كتير قوي في تسريح الشعر وتصفيفه وهم رايحين نازلين المدرسة، بتبقى مأساة. خلينا نتكلم النهاردة عن موضوع البروتين ده باستفاضة، وإزاي نقدر نستفيد منه أكبر استفادة بدون ضرر للشعر، مع دكتور يارا زغلول أخصائي الجلدية والليزر والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما. برحب بيكي دكتور. ازيك يا معي، منورانا. ميرسي حبيبي. طبعا بيتبعت لنا، وأكيد أنت بتشوفي عندك أكيد في العيادة أمهات جاية تصوت تقول انا ما مش عارفه اسرح شعر بنتي، انا هقصه، انا مش عارفه اعمل ايه. وللاسف في تجارب مش كويسه خالص عن البروتين، لانه في ناس بتستخدمه غلط، او في ناس بتشتري منتجات ضاره للشعر بتبوظ الشعر بدل ما تنفع. كلمينا عن النهارده هنتكلم عن الكورس الاصفر لان هو اللي فيه البروتين. خلاص كلمينا بقى عن الكورس الاصفر وازاي هيكون مفيد للشعر. طيب بصي، في الاول يا مي طبعا لازم الناس تبقى عارفه ايه هو البروتين. البروتين ده الماده الرئيسيه المكونه للشعر، يعني 95% من الشعر بتاعك عباره عن بروتين. اي مشكله في البروتين او نقص في البروتين اللي ربنا خلقه في شعرك هيخلي الشعرايه تتقطع وتقع. فلازم تبقي عارفه قصه البروتين دي ايه، او احنا بنعمل بروتين. احنا مش بنعمل بروتين عشان نفرد الشعر. احنا بنعمل بروتين لان الشعرايه بيبقى حصل فيها ديفكت في حاجه ربنا خلقها، فيها مشكله، نقص في حاجه ربنا خلقها، بنعوض النقص ده ببروتين صناعي. عشان كده احنا بنستخدم البروتين. تمام. اي ست عملت بروتين في شعرها وشعرها وقع، هي ما عملتش بروتين، هي عملت فرد بنسب فورمالدهايد عاليه جدا بهدلت الشعرية جابتها الأرض، ده مش بروتين. البروتين ما بيوقعش الشعر، والبروتين آمن جدا جدا، وبروتين هيرا كاريزما تحديدا زيرو فورمالدهايد، آمن على فروة الطفل وآمن على شعره وآمن على شعرك أنت كمان. تمام؟ طيب تعالي نتكلم بقى عن الكورس الأصفر بتاع هيرا كاريزما أصلا عبارة عن إيه؟ الكورس الأصفر ده عبارة عن شامبو هيرا كاريزما خالي من الصلفيت. أوكي. وكمان معاه الهير ماسك ومعاه البروتين ومعاه السيروم. وكورس البروتين بالذات لازم يبقى متكامل. يعني مش هينفع ان انت تجيبي البروتين وتستخدمي شامبوهات من عندك او هير ماسك من عندك لو انت عايزه النتيجه تبقى حلوه جدا وتستمر معاكي. حلو قوي. طيب احنا لو هنتكلم سريعا عن مكونات الكورس ده، احنا حاطين ايه اصلا في الكورس الاصفر؟ انا شايفه حاجات كتير اهي قدامنا على الشاشه. تعالي بقى، ده الكورس الاصفر بتاعنا ودي المكونات فعلا بتاعته. تعالي نتكلم عن واحده واحده كده، الشامبو ايه سريعا، الهير ماسك ايه سريعا، والبروتين ايه سريعا، والدنيا بتاعتنا ايه سريعا، وهنتكلم بالتفصيل شويه عن الماسك. تمام. ماشي. طيب بصي يا ستي، الشامبو بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن كافيين، فيتامين اي، عباره عن كيراتين، زيت جرجير، زيت امله، زيت سمسم، خلاصه الالوفيرا وخلاصه الثوم، كل ده موجود في الشامبو بتاع هيرا كاريزما. رائع. طيب لما نيجي نتكلم عن الهير ماسك، الهير ماسك بتاعنا عباره عن ايه؟ وهتكلم باستفاضه شويه فيه. الهير ماسك عباره عن زبده الشيا، عباره عن جليسرين، عباره عن فيتامين اي، عباره عن كيراتين، وعباره عن زيت جوز الهند وزيت عباد الشمس وزيت اللوز الحلو وشمع العسل. تمام. طيب لو هنتكلم عن البروتين، البروتين الاصفر بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن الكولاجين البحري او المارين كولاجين، عباره عن بروتين القمح مع الجليسرين وزبدة الشيا والكافيين وفيتامين اي، زيت اللوز الحلو وعباد الشمس وزيت جوز الهند. لو هنتكلم عن السيرم، السيرم بتاعنا كل ده موجود في الكورس الاصفر. السيرم بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن الكولاجين البحري وبروتين الصويا وزيت الجرجير، زيت دهن النعام وزيت السمسم، خلاصه الروزماري، خلاصه الثوم، خلاصه الجينسنج واللوز الحلو والكافيين وفيتامين اي والبيوتين والريتينول. تمام. أوكي. تعالي احنا اتكلمنا قبل كده عن البروتين باستفاضه، دي حقيقه، اتكلمنا عن السيرم باستفاضه، تعالي نتكلم النهارده شويه، واتكلمنا عن الشامبو كمان باستفاضه، تعالي نتكلم النهارده عن الهير ماسك بتاعنا. يلا بينا. طيب هي هيرا كاريزما حاطه لك في الهير ماسك دوت شويه حاجات جميله قوي قوي قوي. حاطه لك زيت جوز الهند،
زيت جوز الهند ده من الزيوت اللي بيتحفز الدورة الدموية بتاعت فروة الراس. فبالتالي الدم بيوصل كويس لفروة الراس، وبتلاقي بقت الشعرية سهلة جدا في التسريح، لأن جوز الهند أصلا من الحاجات اللي ترطيبه عالي قوي. وحطالك كمان كافيين وفيتامين إي. يمكن كلنا عارفين أن الكافيين رئيسي، فايتل يعني حيوي للشعرية، لأنه بيحفز الدورة الدموية وبيخلي الدم يوصل بصورة كويسة جدا للبصيلة، فبالتالي كل مشاكل التساقط بتتحل، كل مشاكل الطول بتتحل بسبب وجود الكافيين وفيتامين إي. حطالي كمان زيت اللوز الحلو، وحطالي كمان زيت عباد الشمس. لقوا ان زيت اللوز الحلو وزيت عباد الشمس دول غنيين جدا جدا بالفيتامين، زي فيتامين اي وكي، وكمان مليانين بالاحماض الامينيه، فتلاقي تغذيه الشعر بقت عاليه جدا، بقى سهل جدا في التسريح، بيعالج مشاكل الجفاف ويعالج مشاكل التهابات فروه الراس والحكه والقشره. طيب حطالي كمان خلاصه شمع العسل، وخلاصه شمع العسل دي من الحاجات اللي بتعمل كثافه في الشعرايه عاليه جدا، يعني بتزود الشعر وفي نفس الوقت ترطيبه عالي قوي. فاذا هو هيرا كاريزما اعتمد في الهير ماسك بتاعه مش على الترطيب وبس، هو طبعا ترطيبه عالي قوي قوي، وخلي بالك الهير ماسك ده مهم قوي 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 بعد الشامبو. يعني الناس اللي بتحط الليف ان بعد الشامبو انا ما انصحهاش تعمل كده خالص، لو شعرها فيه تشابك او جفاف او هيشان او لا، انت محتاجه ترطيب رهيب بعد الشامبو قبل الليف ان. ولازم طريقه استخدام الماسك تبقى بالطريقه الصحيحه. بتحطي على الشعر مش على الفروه خالص، وبتحطي فوقيه كاب حراري وتسيبيه لمده ربع ساعه، وبعد كده تبداي تسرحي بمشط خشبي واسع، وبعد كده تبقي تشطفيه شطف بس، شطف بس، بس تسرحي قبل ما تشطفي بالمشط الخشبي الواسع عشان يتسل. ولو ما حطيتيش الكاب الحراري انت ما حطيتيش هير ماسك. يعني هو ليه طريقه معينه. طبعا والهير ماسك ما تحطش على الفروه خالص، يتحط على الشعر وملوش لازمه اساسا على الفروه. برغم ان احنا عندنا مواد فعاله قويه جدا جدا لتحفيز الدوره الدمويه، هتستفيدي بيها برضو هي على الشعر، مش لازم تحط على الفروه خالص. انا ملاحظه ان هي كلها حاجات مفيده قوي وطبيعيه، مواد طبيعيه امنه تدي ترطيب عالي جدا، وتوقف لك كمان التساقط او في مشاكل في الشعر تلاقيه تظبطه. بنتكلم عن انهي نوع شعر؟ البروتين احنا عاملينه للناس اللي هي ملهاش حل، اللي هي شعرها افريقي مجعد عنيده ملهاش حل. تستخدمي ترطيب زي ما تستخدمي، ماسكات زي ما تستخدمي، كريمات زي ما تستخدمي، مفيش حلول. شعرها ناشفه جدا، صعبه جدا في التسريح، خشنه جدا، هيشه جدا، كل حاجه فيها التعامل معاها صعب. في الوقت ده هتعملي ايه؟ ما انت مهما بتستخدمي ترطيب هو مش نافع. حلها الوحيد البروتين. طب لما يبقى عندي بروتين وطبي وامن وزيرو فورمالين وينفع من غير مشاكل، ملوش اي اعراض جانبيه، ملوش مشاكل خالص، طب ليه اسيب طفلي كده واسيب نفسي كده؟ والشامبو كمان برضو فيه نفس المكونات الطبيعيه الجميله الحلوه اللي بتغذي الشعر وكمان ما بتضروش. لا الشامبو ده بتاع هيرا كاريزما ده حكايه، ده خالي من السلفيت ومن الالكحول ومن البارابين ومن السيليكون، ومليان بالعناصر والزيوت اللي انا قلت لك عليها. ده فيه زيت جرجير، وفيه زيت سمسم، وفيه زيت امله، وفيه حاجات كتير قوي، زيت نبت جنين القمح، وفيه خلاصه الالوفيرا، وفيه خلاصه الثوم، وفيه كيراتين، وفيه كافيين. كل ده موجود جوه الشامبو؟ كل ده موجود جوه الشامبو. طيب تعالي بقى نتكلم عن البروتين بقى نفسه. يلا البروتين نفسه بقى ده قصة كبيرة قوي. زي ما قلنا في الأول إنه في ناس لا ده ما بيطلعش بروتين، دي بتبقى مادة فرد، وأخدوا انطباع وحش قوي وأنا من ضمنهم عن البروتين اللي بيتحط ده. فأنت قلتي إن البروتين اللي في هيرا كاريزما أو بتاع هيرا كاريزما ده بروتين طبيعي طبي وطبي، ما فيهوش أي حاجة فرد، ما فيهوش أي خالص حاجة بتضر الشعر خالص، لأن إحنا هنحطه على شعر ابني أو بنتي، فطبعا طبعاً لازم يعني بصي ملهاش حل، حاجة آمنة 100%. طيب كلمينا بقى عن البروتين نفسه. طيب أنا في الأول بس عايزة أعرف الناس أنا إمتى آخد قرار إن أنا خلاص أنا لازم أعمل بروتين، ماليش حلول تاني. زي ما اتفقنا ان انا خلاص شعريتي تبقى مجعد افريقيا عنيده ملهاش حلول. تاني حاجه ان يكون الطفل ده عدى سن الست سنين، ما اكيد مش تحت سن الست سنين واروح اقول له اعمل تعالى اعمل لك بروتين، مفيش حاجه اسمها كده اساسا. يعني انت عارفه انت حتى لما بيجي لي طفل في العياده وبتجي لي واحده تقول لي اصل شعره فاضي شويه، اقول لها يا مدام اصبري، هو اصلا انت بتتكلمي مثلا مع طفل عنده سنه ولا سنه ونص، هو شعره اصلا ما يبانش، انت الشعر اصلا بيبدا يبان عند سن الاربع سنين. طيب ايه كمان؟
انا ما عنديش تساقط في شعر طفلي، ما يبقاش شعر طفلي تعبان وعندي سوء تغذيه وما بيديش فيتامينات وعندي مشاكل واروح اجري اعمل بروتين، لا عالجي يا مدام، عالجي المشاكل في الاول وبعد كده خدي قرار البروتين. فلو الشعر بيقع مش هنعمل بروتين. لو الشعر فيه فراغات ما يبقاش طفلي عنده ثعلبه، عنده مشاكل في فروه الراس، فراغات في فروه الراس، اروح اقول له تعالى اعمل لك بروتين، لا عالج حضرتك في الاول. احنا كل حاجه في الشعر تبقى ستيب باي ستيب، خطوه في خطوه، انا مش هسبق حاجه بحاجه. ممكن نعالج الاول بالامبولات اللي اتكلمنا عنها في الاول، عالج قبل كده انبت بالظبط، انا بامبولات هير كاريزما الزرق انبت اوقف تساقط، ساعتها الجا بقى ان انا اعمل بروتين تمام، وبرده يكون معدي سن الست سنين. يكون الطفل شعره ما تعرضش لنوع من انواع الفرد قبل كده، ما هو انت شعرك اصلا يعني انت شعر طفلك جاي بطبيعته حاجه، غير ان هو اتعرض لمشاكل بقى واضرار، دي حاجه تاني. عشان يبان بقى الايفكت بجد، عشان ياخد الايفكت، لان احنا اتفقنا ان البروتين اصلا ان انا بعوض بروتين ناقص في الشعرايه تمام، فبلاقي الشعرايه رجعت للمعين بتاعها، بقت طريه جدا، بقت سهله، في بصي سحر، الله سحر. بكل الستات اللي عندي في العياده كتبت لهم البروتين بتاعت هيرا كاريزما، طبعا هم بييجوا يتعالجوا معايا حاجات ثانيه تمام، علشان ما ينفعش هي تعمل سشوار معاكم مع علاج الشعر، لان ده هيعارض ده، بنوقف الهيت لازم اوقف درجه حراره عاليه، فكان لازم ان انا اتدخل بحاجه وهي شعرها مش نافع، مش عارفه تعمل فيه ايه. اعملي بروتين يا مدام. كل الستات اللي بتعمل بروتين رهيب، شعرها بيتحول. بييجوا يقولوا لك ايه بقى؟ تسلم ايدك يا دكتور، بيجي تقولي تسلم ايدك يا دكتور شعري بقى تحفه، وبيعملوا لنفسهم مش لاولادهم. بصي بيعملوا لنفسهم بس بيروحوا الكوافير، بقول لها روحي هي الام بتعمل، لا بتعمله لنفسها، لا انا يعني برشحه للستات لنفسها مش لاولاد، يعني هي بتبقى جايه عايزه هي حاجه، فهو امن للطفل فامن كمان للناس الكبيره. يا مدام اعملي بروتين هيرا كاريزما بتتحول، تيجي تقولي يا دكتور شعري بقت قادره اعيش بيه في البيت، تحول شعرها تطري جدا، بتلمع موت، بقت حاجه تانية، بقت حاجه تانية، وما بيأثرش، ما بيعملش مشاكل ولا ليه اعراض جانبيه. حلو قوي الكلام ده. طب ازاي بقى نقدر نستخدم بقى الكورس الاصفر؟ طيب الكورس الاصفر احنا زي ما اتفقنا ان هو شامبو هير ماسك وبروتين وسيروم تمام، جميل قوي. بتغسلي شعرك بالشامبو بتاع هيرا كاريزما الخالي من الصلفيت، كويس جدا، تنظفيه من كل الزيوت، وبيبقى المفروض قبلها بيومين ثلاثه ما تحطيش لا كريمات ولا زيوت ولا سيرم ولا اي حاجه على شعرك، بتفضيه من الدهون اللي فيه. حلو. غسلتي الشعر بتسيبيه ينشف، وبعدين بتحط عليه البروتين، البروتين بيتسهب لمده ساعتين، وبعدين بيتعمل بيه مكوى ليها درجه حراره عاليه جدا، والمكوى دي علشان تقدر تدخل ماده البروتين جوه روابط الشعر. المكوى مش عشان بنكوي بيها الشعر، عشان البروتين عشان يدخل جوه رابط الشعر محتاج حراره عاليه قوي، فبنستخدم المكوى عشان يدخل جوه رابط الشعر تمام. بعد كده بتسيبيه ساعتين، بعد كده بتغسليه بشامبو هيرا كاريزما، تحطي الهير ماسك بتاعك، بعد كده تتيني شعرك بالسيرم. بس بلاش نعمله بقى لنفسنا، اوعي مش هتاخدي يعني نتيجه، نروح للكوافير احنا يعني واثقين فيه، يا اما ايه بقى انتوا بتبعتوا حب؟ احنا عندنا خبيره خبيره البروتين، انت عايزه تتعاملي معانا، احنا بنوفر لك خبيره بروتين بتعمل لك شعرك، انت حاسه ان لا انا عايزه الكوافير بتاعي، يتصل بس بالخبيره بتاعتنا، هي هتقول له الخطوات في التليفون وهو هيعرف يعمل كويس جدا، لكن البيت لا، انت عايزه تاخدي نتيجه كويسه قوي، وفي نفس الوقت دي بروفيشنال يوز وليها حراره معينه لازم تتحط بطريقه معينه، انت مش هتعرفي تعملي ده فلازم حد يكون محترف. كان معانا النهارده دكتور يارا زغلول اخصائي الجلديه والليزر والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما. بشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم، وهنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل فقره طبيب البلد. اشوفكم على خير.